لنكن شركاء في حمايتك وحماية الآخرين. أم خما صارت السوق واشترت تلفون جديد ودفعت فيه 1800 درهم، وكانت وايد مستانسة من المواصفات الموجودة في هالتلفون مثل الكاميرا. أم جميل كانت تبغي تشتري نفس التلفون، بس بدل ما تشتري الأصلي حصلت واحد يبيع تلفونات مقلدة. حصلت تلفون يشابه اللي عندهم خماس ودفعت عليه 100 درهم. أم جميل اتصلت بأم خماس وتموا يسولفون لين ما مرة وحدة فجأة الإرسال انقطع واخترب تلفون أم جميل. اشتركت مع علاوي وبشكل رسمي في باقة أبو ظبي الرياضية عشان تتابع الدوري الإنجليزي، ونفس الشيء أغا اشترك في نفس الباقة وبشكل رسمي. بدأ أغا يستمتع بالمباراة، ولكن فجأة يتفك رجها النمي. يوم من الأيام كانوا العيايس كلهم متجمعات قدام التلفزيون، وفجأة طلع إعلان الفيلم اللي كلهم يتريون ينزل على DVD. أم علاوي قررت أنها لازم تشتري الفيلم في نسختها الأصلية، ولكن أم جميل كانت عندها خطة ثانية. أم علاوي وأم خماس مروا على آغا عشان يشترون أغراض البيت، وتصادفوا يا أم جميل اللي جاية بعد تشتري أغراض البيت، وبدال ما تدفع القيمة كاملة للبضاعة اشترت بضاعة مشابهة بنفس القيمة. أم خماس كانت بتسوي مثل أم جميل وتشتري البضاعة الأرخص لولا تدخل أم علاوي وتنبيهها أن البضاعة يمكن تكون مقلدة وبالتالي مو مضمونة. Wow, that's so awesome.